تحدثنا عن دور شركتكم اليوم في المؤتمر وشو الخدمات اللي بتقدموها بشكل عام. والله شوف، بالنسبة للمؤتمر، مؤتمر بالنسبة لنا معروف وشاركنا فيه لأنه احنا كشركة نقدم كامل الحلول الرياضية في المجال التسويق والاستثمار الرياضي. طبعا معرض مثل هالمعارض يعني يتيح لك الكونكشن مع الناس، يفتح الأبواب خلينا نقول لك للشركات، الناس يعرفون خدماتكم المقدمة وأنت كشركة تقتنص الفرص الموجودة. الحمد لله يعني اليوم في مفاوضات مع أكثر من شركة تقنية وأكثر من شركة في المجال لمستقبل الرياضة. طبعا احنا شركة سعودية والحمد لله رواد في مجال التسويق والاستثمار الرياضي في المملكة. يعني خلينا نقول لك الأمور اللي تتعلق بالكوميرشال رايتس، الأمور اللي تتعلق بالكونسلتيشن، الأمور اللي تتعلق بالرعايات وتفعيل الرعايات، الأمور اللي تتعلق بإدارة الأحداث الرياضية، الأمور اللي تتعلق بالتدريب وما التدريب، كل هالأمور الحمد لله رب العالمين نقدمها كشركة. وإحنا اليوم موجودين في معرض أتوقع أنه من المعارض اللي تستهدف مثل هالأنشطة وكيف أنها تطلع للناس. شو أكبر الأحداث الرياضية اللي شاركتوا فيها أو في الرعايات اللي شاركتوا فيها؟ والله ما اقدر اختزل لك 7 سنوات في سؤال، لكن خليني اقول لك لعل بطوله كاس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والنهائي اللي بين الهلال والنصر من الاحداث اللي حقيقه نفتخر فيها كمسمى وادارتها وتنظيمها الحمد لله رب العالمين، وكان نجاح مره بالنسبه لنا نجاح باهر. طبعا بالنسبه للرعايات، دوري يلو من الدوريات اللي احنا فخورين في شراكتنا معاهم وجلب الراعي الرئيسي للدوري وتفعيل كل ما يتعلق بالدوري والحملات، ويعني هذه من الأشياء اللي نفخر فيها. ناهيك عن الأشياء العلاقة مع الأندية نفسها، جميع أندية الدوري السعودي احنا لنا شراكة مع فالنسيا الأسباني، احنا اشتغلنا مع سي بي اكس الشركة المشغلة لفورمولا اي، رالي التحدي الدراجات النارية، كثير والله كثير. كل التوفيق، شكرا لك. الله يوفقكم ان شاء الله. الشكر.